بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، نحن نواصل الحديث عن مقدمات نتذكرها قبل أن نبدأ في شرح بهجة النفوس للإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. وقد سبق في الدروس الماضية تكلمت عن الالتزام بالسنة النبوية المطهرة بالأحاديث المروية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الالتزام هو التزام بالقرآن نفسه، فالقرآن الكريم يدعونا ويوجهنا إلى أن نلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم في هذا المعنى. نجد هذه الآيات يمكن أن نضعها في أنواع متعددة وصيغ متنوعة. هذه الصيغ المتنوعة تطالبنا بأن نكون في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد مثلا القرآن الكريم يأمرنا بالاتباع المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتبعوني أمر لم يقيد بأي قيد، لم يشترط فيه أي شرط. اتبعوني، اتبعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن حينما نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام نتبعه في ماذا؟ الأمر محصور في أمور معينة. الرسول عليه الصلاة والسلام له أقوال، يبقى داخلة في اتبعوني، يعني اتبعوا أقوالي. الرسول عليه الصلاة والسلام له أفعال، يبقى أيضا اتبعوني في أفعالي. الرسول عليه الصلاة والسلام له أحوال، اتبعوني في أحوالي. فمثل هذه الأمور داخلة كلها. وهل قصد علماء الحديث أو علماء السنة النبوية بالسنة أو بالحديث غير ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات؟ لم يفعلوا شيئا خارج هذا الإطار، وبالتالي فمن ناحية العقلية الاتباع المطلق يكون في الأقوال والأفعال والتقريرات. تأتي الأوصاف الخلقية، الأوصاف الخلقية مأمور بها كما أن الرسول يفعلها، فهي داخلة أيضا فيما يتبع بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الأوصاف الخلقية، الأوصاف الخلقية معناها ما يتصل بهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلقته التي صوره الله عليها وخلقه بها. هذا ليس في إمكاننا يعني أن نكون أتباع فيها، لكن في إمكاننا أن نأتسي بكل ما يمكن الائتساء به بالنسبة لهذه الأوصاف الخلقية. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للحية، اللحية يعني من الخلقة، الله عز وجل بالنسبتها الرسول عليه الصلاة والسلام تركها على حالها، يبقى معناها أيضا
كذلك من يريد الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فالأمر بالاتباع أمر مطلق يشمل العناصر التي عددها العلماء في تعريفهم للحديث النبوي أو للسنة النبوية المطهرة. نجد نوع آخر من الآيات القرآنية، صيغة أخرى. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول. دائما العلماء اللغة العربية يقولون إن تكرار العامل كما أنه للتأكيد هو أيضا للدلالة على الاستقلال. يعني معنى هذا إيه؟ قال استجيبوا لله، إذا كان هناك أوامر في القرآن الكريم، وللرسول، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيبين أحكام القرآن الكريم أو يدعو إلى شيء من الأشياء طبعا أوحاه الله إليه وأمره أن يدعو الناس إليه. فيبقى معناها الرسول عليه الصلاة والسلام لو أمر أمرا وليس هذا الأمر في القرآن الكريم فهو في الأساس لا يناقض القرآن الكريم، لا يتعارض مع القرآن الكريم. لكن كما يجب علينا أن نلتزم بما جاء في القرآن الكريم، نلتزم أيضا بما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي فعل من أفعاله وإن لم يرد له ذكر في القرآن الكريم. فيبقى استجيبوا لله وللرسول، تكرار العامل يقتضي الطاعة المنفردة لرسول الله، والطاعة المنفردة لرسول الله أصلا هي طاعة لله عز وجل، لأن الله أرسله ليبلغ، الله أرسله لكي يكون إماما، يكون قدوة بالنسبة للناس. فبالتالي لما يأمر القرآن الكريم بالطاعة المنفردة للرسول لم يخرج عن طاعة الله عز وجل، لأن الله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فيبقى معناها أن هذه الطاعة من طاعة الله عز وجل. هذا الأمر الموجود في الآية استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا أمر مطلق ليس مقيدا بأي قيد من القيود، زي اتبعوني مطلق، استجيبوا لله وللرسول مطلق. لكن ممكن يقول لي واحد ان القرآن بيقول بعد كده اذا دعاكم لما يحييكم، ليس هذا قيد، وانما هذا كما يقول الناس قيد بحسب غالب الاحوال الموجودة او لبيان طبيعة ما يدعو اليه الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قالوا في القيد بالنسبة للبنت المرأة، يعني إذا كان الرجل متزوجا بامرأة يبقى بنتها تحرم عليه إذا كانت في حجره، كما قال القرآن الكريم: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم. هل شرط في تحريم بنت زوجة الرجل، إذا كانت بنت غيره يعني، ده تحريم بنت زوجة الرجل إذا كانت من غيره، هل هناك شرط أن تكون في حجره، يعني تكون في رعايته وفي كفالته، أم يكفي أنها بنت هذه المرأة التي هي زوجته له؟ يكفي. وكل العلماء، اتفاق الفقهاء من أيام ما نزل القرآن الكريم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن الربيبة لا يشترط أن تكون في الحجر حتى تحرم،
بل هي محرمة سواء كانت في حجره أو ليست في حجره. يبقى هذا القيد كما يقولون قيد لبيان الواقع، إن الواقع بالنسبة للحياة وطبيعة الحياة بين الناس إن غالب الأمور إن البنت بتكون في حجر أو في رعاية زوج أمها. ومثل هذا أيضا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هل إذا لم ترد التحصن يكرهها على البغاء؟ طبعا لا، لم يقل أحد بهذا. فيبقى هذا القيد إن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول لهؤلاء الناس الذين يفعلون هذا الفعل وهو إكراه الفتيات على البغاء، يقول عيب عليكم أن يردن التحصن وتريدون أنتم إجبارهن على فعل هذه الفاحشة المنكرة. فيبقى برضو أيضا قيد لبيان الواقع. المهم عندنا في الآية اللي بنتكلم عليها استجيبوا لله وللرسول أننا نفهم أن الأمر بالاستجابة أمر مطلق، فهو شامل للأقوال والأفعال والتقريرات والأحوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لو جئنا إلى الآيات أخرى أو صيغة من الصيغ التي تحض على اتباع أو التزام السنة النبوية المطهرة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن أجل أن ندرك المعنى المقصود وندرك ما يرمي إليه أو ما يهدف إليه القرآن الكريم في ذلك، نقارن بين هذه الآية في الأمر بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبين الاقتداء بإبراهيم عليه السلام ومن معه. القرآن الكريم ذكر الاقتداء بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر الاقتداء بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وانظر، يبدأ الآية لقد، فمعاي لام للتأكيد وقد للتحقيق، فهي للتأكيد اللام وقد. كان لكم في رسول الله، في رسول الله، لم يقل في أقواله ولا في أفعاله ولا في تقريراته ولا في أحواله، إنما في رسول الله، في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن كل شيء يصدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو يتصل برسول الله لنا فيه أسوة حسنة، كل شيء، لأن لقد كان لكم في رسول الله. لم يقل كما قلت لا في الأقوال ولا في الأفعال ولا في التقريرات ولا في الأحوال، لم يقيدها بأي قيد. فهي تطلب منا الاقتداء المطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا إلى الآيات التي تتكلم عن الاقتداء بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نجد أنها مقيدة بحالة من الحالات، ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بقيد. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هنا قيد الاقتداء بحالة التبرؤ من الكفر والكفار. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فيبقى الأمر لما يبقى بالنسبة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو أمر مطلق، وبالنسبة لغير رسول الله أمر مقيد. ولذلك أيضا لما نيجي في سورة الأنعام نجد الله عز وجل يذكر عددا من الأنبياء والمرسلين، 18 نبي فيها. في الآخر في بعدها بعد ما ينتهي من تعداد هذا العدد من النبيين والمرسلين يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بهداه يبقى الاقتداء بالهدى، يبقى معناها أنه بيقيد هنا. لكن لما جه هنا في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم قال في رسول الله، فتفرق فرق بين هذا وذاك، مما يدلنا على أن الالتزام بالسنة النبوية التزام بالقرآن الكريم. نجد أيضا نوعا آخر من صيغ سياق الآيات القرآنية الكريمة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. تكرر ذلك في القرآن أكثر من 5-6 مرات بهذه الصيغة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الإمام ابن القيم وغيره من العلماء يقولون إنما كرر العامل اللي هو فعل أطيعوا، كان ممكن يقول أطيعوا الله ورسوله زي ما قالها في بعض الآيات أطيعوا الله والرسول، لكن قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فتكرار الفعل للدلالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان قوله لم يرد في القرآن الكريم. فيبقى معناها الطاعة المستقلة لرسول الله، لأن الطاعة المستقلة لرسول الله هي طاعة لله عز وجل. بناء على هذا نقول إن من يعمل بالسنة النبوية المطهرة هو يعمل بالقرآن الكريم، والذي لا يعمل بالسنة النبوية المطهرة وإن ادعى أنه يعمل بالقرآن الكريم فهو لا يعمل بالقرآن الكريم، بل يترك عديدا من آيات القرآن الكريم التي أمر الله عز وجل فيها بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فيبقى القرآن يحض على العمل بالسنة النبوية المطهرة، كما أن السنة النبوية المطهرة تحض على التمسك بالقرآن الكريم في كل مجال من المجالات وفي كل شأن من الشؤون.